خدوا بال حضراتكم، وانا اسف ان انا هتكلم مع حضراتكم دلوقتي عن هذا الكلام، ولكن دائما احنا هنا في قناه الاهلي النادي الاهلي عندنا سياسه معينه. احنا سياستنا ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، لا نتكلم عن انديه اخرى. ممكن جدا يعني النهارده طرف المباراه هو وصيف الدوري نادي الزمالك، لازم هنتكلم عن نادي الزمالك، لازم هنتكلم عن الامور الفنيه بالنسبه لنادي الزمالك، ولكن مش واخدين كل البرامج عمال على بطال، ما بتتكلمش غير على نادي مثلا الزمالك او نادي بيراميدز او نادي المصري، الانديه اللي هي المنافسه للنادي الاهلي. دايما قناه الاهلي كده، احنا بنتكلم في اللي يخصنا اكتر كتير من اللي يخص الناس التانية. يعني احنا دايما تلاقوا البرامج اللي في قناه النادي الاهلي اللي بتيجي تتكلم بتتكلم اكتر عن او 80% 90% عن النادي الاهلي، مباريات النادي الاهلي في كل الالعاب، معسكرات النادي الاهلي في كل الالعاب، اللي بيحصل داخل النادي الاهلي، انشاءات النادي الاهلي، مجلس الاداره عنده ايه، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. ما بنمسكش نادي مثلا وبنفضل نتكلم عنه طول الوقت، عمرنا ما بنعمل كده ولا هنعمل كده بالمناسبه. فبالكلام الكتير والكلام اللي بيتقال، ودايما بنحاول من خلال وجودنا في قناه النادي الاهلي سواء انا او مجموعه الزملاء اللي موجودين، ان احنا دايما لما بنيجي نتكلم مع حضراتكم بنتكلم بمنتهى الصراحه والمصداقيه عشان حضراتكم تبقوا عارفين ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي خلال هذه الفتره. ايه اللي بيخليني اقول الكلام ده؟ اللي بيخليني اقول الكلام ده ان في ناس ما وراهاش حاجه غير النادي الاهلي، اشاعات اشاعات اشاعات، على راي شاديه والفنانه الكبيره سهير البابلي، اشاعات اشاعات اشاعات، كل شويه اشاعه اشاعه اشاعه. امبارح واول 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 مره قال لك ايه، اصله مسكوا في خناق بعض في معسكر اسبانيا، ماشي سكتنا وعدينا المواضيع وبتاع. هو ده الكلام اللي بيتقال، وهو ده الكلام اللي دايما بيقولوه من لا يشجع النادي الاهلي، بيتكلموا في هذه الامور بس. وللاسف ان هي بتبقى طالعه من ناس محترمه جدا جدا جدا، والواحد عارفهم بشكل شخصي وكويس جدا، لكن بأفاجئ الحقيقه بمثل هذا الكلام. وناس بقى يعني في النهايه النادي الاهلي احنا او قناه النادي الاهلي هنفضل نعمل كده، وهنفضل دايما ماشيين باسلوبنا وبطريقتنا، والكل هو اللي بيمشي ورانا وبيشوف احنا بنعمل ايه وبيحاولوا يعملوا زينا بس ما بيعرفوش للاسف. فعشان كده عايزين نركز في مباراة اليوم، ما نركزش في كل الكلام اللي بيتقال. إن شاء الله بعد ما المباراة تنتهي وابتداء من بكرة وبعده بقى هنبتدي بقى نشوف الفترة القادمة ماذا سيفعل أيضا النادي الأهلي.